يعني تعبتني الحرب، ما أبقى الحرب ما عبش ما بقى هنا ولا أي واحد. طاهم فاتح ليل ونهاء لكن ما بش عمل، ما بش ناس لا يتوضحي ولا يش توضحي، عين جو من درين سهل. أنصح كل الشباب اللي ماني بما أنصح به نفسي، يعني بأن كل إنسان يعيش ويحاول يسعى نحو هدفه. اشتغل عمل حر، يعني بطاط وبيض وسمبوسة، لكن الآن بعد ما أخذت القرض الحمد لله اشتريته عربيات، اشتريته كذلك يعني قدر كبير، اعمل له شيء يعني يدخل منه حاجة. كل إنسان يعني مهما يعني حصل معه ظروف، مهما الظروف اللي احنا فيه الآن نمر فيه بالأزمة هذه. يعني أمي كانت من قبل تقدر تصلح عرايس من قبل، وأنا كنت أشوفها قلت إيش تسوي زي أمي. كانوا أهلي أخوالي عمامي عيال عمي جلسوا يقولوا مزينة يعني، وأنا عادي كملت، قلت بكمل. كنت أفكر من فين أجيب فلوس عشان أكمل بقية الأدوات، يعني دلوا إحنا على بنك الأمل ورحنا لهناك وأخذنا قرض وكملت بقية الأدوات حقي. يعني بديت أفكر، أقول لزوجي جيب لي فلوس، يقول من فين أجيب لك، أنا يلا معاشي يكفي المأكل فقط. مرة نزلت عند وحدة صاحبتي كنت بحاجة فلوس منها، بعدين قلت لي إنهم جاءوا من البنك الأمل وقالوا إنه يجيبوا قروض يعني للأسرة هذا الدخل المحدود، وفكرت إني أعمل المحل الصغير هذا أحسن من وضعي، بروح بجيب لي قرض يعني ومشي حالي بدل ما أنا جالسة كده فاضية لا عمل ولا دراسة ولا أي شيء. وزوجي ما كان معترض، يعني قال ما دام هذه الحاجة تريحك اعمليها عادي، لأن أنا ما أقدر يعني أجيب لك حاجات ثانية، على طول جابوا لنا من دون أي أتعاب ولا شيء. بعدين لما خرجت بدأت أخرج، بدأت أشتي أتفرج، نحنا نحتاج حاجة وأجلس داخل، لا مش أجلسش. بعد القرض أتحسن حياتي، إني أشتغل لما أحس نفسي إنني أحس نفسي كده، يعني واحد يحس بنفسه لما يشتغل ويخيط ويأكل لقمة عيشه من عمله من شغله. الآن معي ولي واحدة جنبي تشتغل الآن حاليا، لأنني أحتاج فعلا تشتغل لي تمسك لي خياطي، بعض الحين أكون مش فاضي أني وتشتغل لي فعلا، والله انها تشتغل لي حاجه حلوه. واني بالليل افضي امسك الخياطه انا وهي نشتغل الحمد لله، واشتغلت وشغلت غيري كمان. مشروعي اشتري لي بر واطلب الله في الطاحو، قال انا ما بش معي لكن انزل بنك الامل معي هارك معروف ذيك، انزل انا وياه. اول ما استلمت منهم المبلغ 100,000 صرت نزلت لي حب وجيت اشتغلت فيها وسددتهم، فكيت حقهم واشتغلت، يعني باهر عندي ينفعوا الناس يستنفعوا ويرجعوا حقهم لله زيادة 10 ولا 20 سهم مش مشكلة. وبعدها كملت حقهم استلمت القرض الثاني، يعني الحمد لله ممتاز، كملت واستلم سددتهم 150 وجرت لي قرض ثالث. كيف بالبداية أول شيء كنت أبيع البخور أبيع هذا، وبعدين يعني تطورت شوي شوي، يعني لما جبت هذه الحاجات الثانية عملت مكياجات عطورات حاجات زي كده، ملابس خفيفة صدادل. يعني بالبداية لما فتحته كان الباب حقي ما يتبندش، النسوان يدخلين ويخرجين علي، وكمان يعني النسوان لما نجيين لعندي نتحاور هذا بحق البنوك ونتكلم كلهن يقولن خلاص نشتي نروح نجيب قروض من البنك هذا، لذا قلت انهم كلهن يقول لي جيئي معي وكاني مساهمه بالبنك. اقول ان شاء الله ايش تعدي هذه الازمه ان شاء الله على خير، الكهرباء والماء كذلك، الماء له 3 أشهر، لكن احنا بالنسبه لنا ما عاد يشوفكش الرجال يمشي بالشارع ظلمه، يعني نوقع كل احنا ما نستطيعش ان احنا نشتغل زي ما الناس بيكون في كهرباء، والغاز برضو عامل يعني عائق، لما يكون ما فيش غاز بتشتغل بايش؟ بتبسل بايش؟ ايوه يعني كان على قولة يعني انا كنت محوش شوية ياس، خرجت الان بهذا كله، خرجت يعني خرجت بالازمة، ما فيش شغل، ما فيش داخل، ما فيش، الناس يهموا اللقمة، يهموا يشتغلوا، ما فيش
البيس اللي كان معي خرجت للمصاريف للكهرباء، ما فيش معي ماطور صراحة، ما فيش معي دعم قوي اشتري ماطور، تتفاوت الصيت ما في شغل، ايش بيقوا يشتروا ثياب والدنيا واقي يقول لك على حرب ولا واقي على شيء. اليمن بلادي، اشي تطور، اشي الناس يتنعشوا كذا، الشباب كذا يتنعشوا، ايش يشتغلوا، ايش في شغل، في كذا، في حاجه تشجعهم. اطمح اني يكون مشروعي اكبر واكبر يعني، ان شاء الله. كل واحد يحس لي، اخوي يحس لي رغم الوضع اللي احنا فيه يعني، بس الله يعني ايش نحس ان وضع اليمن نخرج من هالازمه هذه بخير ان شاء الله. انا اشكر بنك الامل يعني على تعاملهم مع الناس، عاد في ناس يعني قد ربما اضر مني وحالتهم متهورة، بس يعني بيساعدوا الناس. نشكره طبعا على القروض اللي جيب لنا اياها والمساعدات، والله انه ساعدنا كثير يعني، الحمد لله حسن يعني من وضعنا ودخلنا وحتى من نفسيتنا كمان.